ساميه صلاح بكي. احكي لي بقى يعني احكي لي بقى قصتك الحاجه ساميه في صناعه الاحذيه بدات المهنه امتى بالظبط ولحد يعني وايه المشاكل اللي واجهتك فيها ولحد وصلت دلوقتي؟ المشاكل اللي واجهتني بيها الصناعيه. مالهم الصناعيه بقى؟ هم غيابهم اكتر من حضورهم. يجوا يوم ويبطلوا 10. ده اللي بدات ان انا اتعلم الشغلانه دي عشان انا ما احتاجش لاي صنايعي. طب انت بداتها امتى الصناعيه؟ بدات في الشغل امتى؟ انا بقالي حوالي 10 سنين. الاول ما بدات مثلا كان مثلا حد مثلا يعني استغربت من نظرات الناس ليكي مثلا حد مثلا لا 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 ما شغلتش بالي بحد. كان يعني كان في ناس بتتكلم وبتقصد ما شغلتش بالي بيهم. لا ما بشغلش بالي بيهم لان ده شغل مكاني اساسا مش بشتغل عند حد. طب انت قبل ما تشتغل في المهنه كنت بتشتغل فين يا معلم؟ بشتغل في الشركه. شركه غزل المحل وطلعت معاش ولا سبتيها نسيت الشغلانه؟ لا سويت معاش. سويت معاش. طب يعني يعني ايه اكتر اكتر مثلا يعني مثلا اول ما بدات تتعلم المهنه مين اللي علمها لك؟ جوزي. جوزك علمها لك؟ والحمد لله ربنا كرمك بقى بقيتي بتصلحي بعمل كل حاجه. زي ايه مثلا بتصلحي؟ زي ايه مثلا يعني ايه بتعملي؟ بخيط جزمه على اليد. بعمل بخيط على المكنه الصغيره. بعمل اي حاجه. بلمع جاكيت، بظبط الالوانات بتاعت الجواكت. يعني الجاكيت لونه مثلا هافان عايز ينقل اي لون بنقله كده. طب واجهت مثلا مشاكل او صعوبه في الصباغه في الاول ولا حاجه مثلا او في الخياطه قبل كده؟ انت تتعلم منهم الصباغه يعني انا مثلا بشوفهم بيعملوا ايه اعمل زيهم. لو بالنسبه للخياطه مثلا هل مثلا يعني اتعلمت على طول ولا خدت لا اتعلمت على طول بس في طبعا صعوبات فيها. زي ايه مثلا؟ زي حاجه ما اعرفش اعملها. بقيت احاول ان انا اتعلمها. اتعلمتها الحمد لله. الحمد لله. تمام. يعني كنت بشوفهم بيعملوا ايه؟ اي صنايعي بيقعد بشوفه بيعمل كنت اعمل زيه عشان ما احتاجوش بعد كده. يعني حتى كنت بقعد ابص له بيعمل ايه؟ مش اقعد كده وخلاص لا كنت بشوفه بيعمل ايه؟ لانه كان يجي يوم ويبطل 10 هتعمل ايه؟ لازم تكون تتعلم شغل. طب ايه اللي يعني ايه سبب تاني خلاك تنزلي انك تشتغلي في المهنه دي مثلا مش مثلا ما كملتش مثلا في مصنع الملابس في شركه غزل المحل؟ ايه السبب؟ هو اساسا ما كانش عايز نشتغل. جوز يعني هو قال لي طب ما احنا نشتغل في شغلنا احسن. يعني تقعدي في الدكان تخلي بالك من الصناعيه تشوفوهم عايزين حاجه تروحي تجيبي لنا حاجه بدل ما تشتغلي في اي حته ثانيه. لكن انت اصريتي انك تشتغلي معاه. هو ساعدك في كده. ايوه. عندك اوريدي يا معلم؟ انا اولاد مثلا اولاد عمرو ومين؟ عمرو وسام وحزم. عمرو وسام وحزم ده معاهم يعني خريجي. طيب كل اللي انت عايزه. تمام. طب مثلا البضاعه مثلا بتجيبها منين؟ بجيبها من طنطا من مصر. اللي هي مثلا عباره عن ايه بقى طيب؟ البضاعه عباره عن ايه؟ خيط مثلا؟ نعله سكايات كل حاجه. تمام. طب يعني انت نفسك فيها يا ام عمرو او نفسك فيها ايه الحاجه اللي انت نفسك فيها وتعمليها؟ الحمد لله يعني انا كده مرضيه يعني. يعني مثلا سمعت مثلا انت عاوز تجيب مكنه خياطه وبتاع. المكنه دي اصلا غاليه وما ينفعش للمحل هنا. ما ينفعش ان احنا نطمع في حاجه زي كده. طب ليه ما واحد مثلا يكون حلم في حاجه ما يسعى ان هو يحققها؟ ربنا يسهل. طب تحب تقولي مثلا رساله للشباب مثلا في اللي هم يعني قاعدين على القهاوي والكلام ده تقول لهم ايه؟ لا اشتغل في اي حاجه. ما تقعدش تقعد ليه؟ بشوف شباب قاعده ال 24 ساعه، طب ليه؟ قاعد ليه؟ اي شغلانه اشتغلها ومش عيب ولا حرام، بدل ما بتعملش حاجه تغضب ربنا اشتغل. طب رساله توجهها لزوجك واولادك تقول لهم ايه بعد كده؟ ربنا يديله الصحه بس يخلينا عيالي يعني مش عارف بس انسان طيب يا ماما. عرفني بنفسك الاول. انا مش عبده هنا بقالي هنا فوق ال 40 سنه في الدكان ده. لست عبده يبقى اسمه لست عبده. عبد الخالق محمد عيسى واسم عمي خالد. تمام. احكي لي بقى يا عم خالق قصتك بقى انت وام عمرو ولما مثلا طلبت انها تشتغل معاك في المهنه دي رد فعلك ايه؟ هي مش طلبت تشتغل يعني احنا هنا المحل عليه وارد شغل فدايما الصناعيه بتبطل. فهي عايزه تساعدني. فغصب عنها بقت تقام مره تخيط مره المغازي يخش بايديها لغايه ما بقت تشتغل زي اي حد بيقعد يتعلم. مع وقت بقى يعني هي بقى لها وقت معانا يعني بقى لها 20 سنه مثلا في قلب الدكان وشايفه الصناعات بس هي برضه دماغها نضيفه يعني انها يعني بتحفظ الشغله وتحفظ الحاجه اللي بتعملها وبتعدل على صناعيه في بعض الشغل.
طب تحب تقول لزوجتك ايه بقى بالنسبه لامه وبتاع؟ تحب توجه لها سلام تقول لها ايه؟ لا كل سنه وانت طيبه وربنا يديلها طول كل عمرك. كافحت معاك ايه؟ اه ايوه ما فيش صناعيه، بنقعد نشتغل انا وهي بالشهر لوحدنا مع ناس صناعيه بتسند تبالي وبتشتغل تبالي اكن صناعيه معايا. اما بيكون في صناعيه بتقعد بقى تستلم زي ما انت شايف، اعمل دي اعمل دي، بس ما في الصناعيه بتقعد تشتغل. تمام يا معلم، مصطفى تمام يا معلم، السلام عليكم.